اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا الميمات ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. نتمنىكم يا ربي تكونوا فرحانين، تكونوا نشطين، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ان شاء الله. فيديو اختي كله طاقه ايجابيه، كله حداقه، غيكون ان شاء الله متنوع بين الدار والزنقه. غنخرجكم ان شاء الله معايا بزاف ديال الحوايج ان شاء الله زوين غيكونوا في هذا الفيديو. دخلتي اختي نفكرك قبل اختي ما نبدا معكم ثاني الهضره، ونبدا معكم كل النهار ديالي او نهار ديالي كيفاش غيدوز. اختي ما تنسانيش من واحد الابوني والبارطاج، وبغيت نقول لكم شكرا 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 بزاف لكم صحباتي وميمات ديالي على الدعم ديالكم، على اللايكات ما شاء الله 3000 لايك، 4000 لايك، واحد الفيديو جاب لي ما شاء الله 4500 لايك، ما شاء الله تبارك الرحمن. واحد الفيديو جاب لي 2300 لايك، واحد الفيديو جاب لي عاوتاني 3000 لايك. الله يكبر بكم، هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى ومن فضل ديالكم نتوما كمتتبعات اللي كتبغيوني وداعميني وقفتوا في جنبي. نتمنى يا ربي هاد الدعم ان شاء الله يستمر ويزيد كاع للقدام، علاش لا، باش هكا البنات قناتي تزيد شويه للقدام وتربي شويه الريش ان شاء الله، علاش لا. انا راه صريحه ولي كاينه كنقولها لكم، كنقول لكم اصحاباتي. المهم هنا رفقت بكري، درت بزاف ديال الحوايج هكا اللي غيداروا هاد الماريو البنات. المهم دابا دوك البلاكار، دوك العلاقات، ما عرفت كيفاش هادوك اللي كتشوفوا دوك الطاجيرات كيطيحوا لي ديبا وصافي، وجيت لي مركبتهم بحال هكا وجيت نطوي الحوايج، درتهم غير واحد الطويان ديال الزربه وصافي. ان شاء الله غدا غادي نطويهم واحد، غادي نبرك ونطويهم على خاطري غنخمل هذا الماريو، خاصني ان شاء الله نخملو بحال هكذا. والحوايج هكا اللي صغاروا على اسراء عاوتاني نحيدهم باش ما يبقاش عندي البلاكار عامر وبزاف ديال الحوايج. المهم البنات غير نظمت شويه وصافي، ماشي شي تنظيم اللي تنظيم على حق وطريقه ملي كنبرك وكندير على خاطري. والله الا كندير الحاجه من نيتي. دابا زربانه غير كيقول كنكور ونعطي نزرب زعما كنكور صافي، درت شويه الريحه هكا ضروري حيت عندي الغموليه كتبقى ريحه زوينه. بغيت نقول لكم شي حاجه، واحد التعليق عجبتني قالت لي مثلا بحال هاد السكنه هادي هي، شوفوا البنات الحمد لله على كل حال، زعما قالت لك هاد لاكور زعما كون طاح في شي وحده اللي معفونه زعما غادي يرجع حالته، حيت اصلا ما كاينش اللي يقدر يسكن فيه وانت دنيا ساكنه فيه وقابله عليه وكل شيء. المهم صحباتي، المهم هنا طويت الماريو ديالي، طويت الصراحه البنات غير جهتي، راكم تبارك الله حافظين حوايجي اللي عندي. عرفتي شنو وقع لي؟ تهرس لي البلاكار، ماشي تهرس، هذيك اللي كتكون لاصقه كتكون طبقه مفارقين. دابا كتكون هاد الخشبه هنا بحال دابا هاد الخشبه هادي اللي كتعرفوها، والفوق كتكون خشبه اخرى. حاول دابا البنات غير بحال قلتو غير حيت شي فين يجي شي. ان شاء الله غدا غادي نجبد الماريو كامل غنخويه وغنخملو ان شاء الله شي تخمينه تكون ديال القلب، وغادي نصاوب هاد الكونتر بلاكي هادو هادو اللي طاحو غنصايبهم. ها انتم راه هاد البلاصه كاع باش تعرفوا ان خوات، حيت البلاكار تحل ليه. ها انتم شوفوا البلاكار تحل من اللور، شفتوا البنات تحل مولف. دابا هاد الشقه اللي بانت لكم ما كتبقاش، كتكون تحيدات، فصافي عقت بانه تحل حيت ملي كنخشي العود ما بغاش يدخل. صافي تاكدت انه خسر، صافي قلت حتى العشيه. ايوا البنات طويت داك الطويان ديال الزربه، جيت بنتي الصراحه مطويه، غير درت لها شي شي حاجه غير زعما غير طويت كل شي حاجه اللي مرونه، اما باقي كل شي مجموع وكل شي مقاد. وهذاك البيجامه البنات جبدتهم حيت دابا بدا كيتحرك البرد وكنحس بالبرد، جبدت هاد جوج هادو اللي كنخرج بيهم، وهذيك البيجامه كنلبسها في الدار. المهم الكسيوات ديالي دابا داكشي ديال البرد هكا شويه للقدام، والبيجامات هنا الكسيوات وداكشي كامل، ومن اللور راه كاين عاوتاني من اللور. المهم بلاتي كحس باش تشوفوا انت اختي. والفوق البنات ديال دوك السيكان داكشي اللي ما عندي ما ندير به، كنديرو صراحه غير الفوق باش كيبقى صراحه بعيد ومهنيني. وحاجه اخرى بغيت نوريها لكم انا اللي كندير هذه المره، تقريبا المغاربه كلهم كيديروها، المغاربه تقريبا كاملين، اللي هي شنا هي دنيا، هي الصابونه كنديرها البنات هنا كتعطي واحد الريحه زوينه، كنديرها بين البيجامات ديالي دوف، عرفتي كتعطي واحد الريحه زوينه. ما كاينش شي ماريو مغربي ما تلقايش فيه هذه، قليل اللي كيدير ديك الروائح اختي الغالي داكشي. انا كندوي على راسي، انا كندير اختي صابونه، وفي كل مره كنطوي حويجاتي ولا حويجات بنتي ولا حويجات راجلي كتعطي واحد الريحه فنه منهم، خصوصا الا كانت شي صابونه اللي فيها كل ريحه زوينه. ايوا اختي غير قلت نوريكم وصافي الحيه اللي كندير انا، واخا حيه اللي هما بساط اللي كلشي كيعرفهم، غير انا كنبغي نبارطاجيهم معكم وصافي. يلا صحباتي ان شاء الله انتم بعدا حيت عليا الماريو ديال اسراء هو طويته ديالي، هذا اللي باقي شويه ان شاء الله الا غادي نكملوا دابا. وانتم معايا البنات هنا راني صايبت ديك القرص اللي كنت صايبت ديك المره، عاودتهم دابا خليتهم كيخمروا على خاطرهم. يلا دابا درتهم غطيتهم هكا باش يخمروا،
وبزاف ديال البنات اللي قال لي دنيا هي الصراحه البنات انا ما كنديرهمش قد قد، كنكون زربانه بحال دابا راه الصباح هذا راه باقي الحال، انا البنات راه شي تقريبا شي 7:30 دابا. قلت لكم البنات ديك المره بزاف اللي كيدوني الا راه ما خليتهمش يخمروا، لا راه خليتهم يخمروا ولكن الكاميرا كنقطع ونعاود نحبس، فنقطع ونعاود نبدا فما كيبانش لكم نتوما، فانا راه خليتهم خمروا المره الاولى والمره الثانيه هي دابا عاداش موراها غادي ندير لهم ان شاء الله هكا البيض وسميتو والحليب والبيض الصفر ديال البيض والحليب وصافي والقهوه وهنا الزنجلان باش كنزوق انت اختي الزنجلان. المهم ان شاء الله البنات منين المهم نبدا ندير فيهم ونبارطاجي معكم ان شاء الله كلشي. يلا صحاباتي انتم معايا والله ما نكذب عليكم بزاف اللي قال لي دنيا راه تي راه مع ما فيهاش راجيم وزائد الميديتي زائد الغموليه وما شاء الله رديتيها راه ماشي دار رديتيها قصر ما شاء الله ماشي لاكور رديتيها قصر بحداقتك ورقاوتك الله يكبر بكم. راه عرفتي هذا الكلام اللي كتقولوا في حقي كيزيد يخليني نزيد القدام وكن سبحان الله كتبحال كنكون خويت من الشارج وانتم كتشارجيوني ما شاء الله. قلت لكم البنات والله ما نكذب عليكم الا كانت واحد السيده ساكنه هنا قبل مني والله قبل مني بشحال وتخيلوا داك النهار تواصلت مسكينه معايا ما شاء الله قالت لي ما كتعرفينيش انا كنعرفك. قلت لها باش كتعرفيني ما فهمتش. قالت لي راه كنت ساكنه قبل منك في هذيك الدار. قالت لي زعما وانا قالت لك زعما ساكنه وكلشي قالت لكم ما قدرتش خشين ديال داكشي درتي. قالت لك ما شاء الله قالت لي راه قالت انا راه كنقول هذه راه ماشي الدار فين كنت زعما ماشي لا كون فين كنت ساكنه راه هاد السيده راه ما شاء الله عليها. عرفتي ملي قالتها كل ما تحسيت براسي زعما درت شي انجاز والله. قالت لي انا كنت ساكنه فيها قد كنت نخليها بدوك النقاط اللي فيها بالغموليه اللي فيها كما اختي قالت حيت ما نقدرش نصلح شي دار اللي ماشي ديالي انا غير كاريه. وانا البنات سبحان الله انا راه كنت راكم الناس اللي اللي عرفوني وسكنوا سكنتوا معايا المهم سوف قبل اللي قلت اقولوا كاينه اللي كان معايا في الدار القديمه في سيدي مومن القديم راه يشوفوا راه واخا ما كانش عندي هكو بزاف الحوايج اللي كنت كننظم داك الشيء من والو. خديت داك الكاغيط الابيض لا كنت عقلته درت كويزينه غير من لا شيء لصقتها غير بالعواد كنحاول البنات نعيش باغا نعيش البنات انا ماشي زعما باغا نعيش باللي قسم الله وصافي هذا ما كان. المهم صحباتي انا وجدت واحد الفطير على قد الحال هكا عمرت بريد ديال اتاي صوبت ديك الكروس المرطب والبنات جاو كيحمقوا غير قلت لكم انا كيعجبوني يكونوا رقاق اختي رقاق. انا سبحان الله شي حوايج والله ما نكذب عليكم الا كيعجبني الحاجه مغايره وكنشوف ثاني واحد اخر يقدر ما يبغيش بحالي هذاك الشيء والله الصراحه دابا علاش تاكدت ان الاذواق كتختلف راه فعلا راه ملي كيقول الاذواق كتختلف راه ما كيكذبوش والله كل واحد سبحان الله والذوق ديالو وكل واحد الذوق في اللباس وكل واحد الذوق في ماكلته زعما في الطريقه باش كيطيب ولكن كل شيء زوين وكل شيء بنين حتى حاجه ما كتكون خايبه نعمت الله كلها زوينه اختي. صافي غنفطر ان شاء الله اختي ونشوف نشوف ان شاء الله شنو عندي انا هاد الايام راه صافي راه وصلت لواحد المرحله ديال النهايه وليت نتمتم في الزنقه نتمتم في الدار ما فهمتش مالي. بعد المهم البنات انا اول واحد ملي كنطيب شي حاجه وكنبغي نذوقها كنعطي الراجل وبنتي كنقول لهم قولوا لي الصراحه ما تنافقونيش كنقول لهم شوفوا ما تنافقونيش حيت مثلا انا حيت انت كنقول لبنتي مثلا حيت انا ماما كتبغي تشكريني قولي لي اللي كاينه خايبه خايبه كتقول لي والله الا زوينه. حيت بعض المرات اختي كيقول لك شكون شكر العروسه كيقول لك مها وخالتها انا قلت لهم ما تشكرونيش اللي كاينه قولوها لي انا ما نتقلقش. والله البنات اللي ما نكذبش عليكم الا بقى فيا الفرحه بزاف بزاف ديال هاد ما شاء الله اللايكات اللي كديروا لي هاد الايام وهذا الشيء فرحانه. وبنتي مع ما كتفهمش فهادشي ديال اليوتيوب ما كتفهمش مسكينه حتى شي حاجه ما كتفهم زعما شنو هي اللايكات شنو هي ديما كتقول لي ما وصلت المليون وصلوا ما المليون مسكينه ما عارفاش. وعتي كنكون باركه راه باركه ملي كنشوف مثلا فيديو ضرب ليا 2000 لايك ولا 1000 لايك كنبدا نغوت ونشوف راه تخيلوا واحد الاحساس راه ما غيحسوا بيا غير اللي المهم اللي عارفين اش كاين وعارفين التمارة اللي كنضرب في قناتي وبزاف الحوايج اللي طامحه ان شاء الله كنديرهم في قناتي طامحه نديرهم انا ماشي زعما كنقول هكا باش نبقى في شي وحده وتقول تشوفوا انا ما كرهتش انا نعاون راسي براسي ونزيد له قدام بزاف د الحوايج. فهادشي اش كنبقى نقول لكم دعموني البنات بارطاجيوني حيت انا شوفوا انا ما كرهتش انا من شي قناه كبيره تدعمني وتبقى ديما تعيط ليا نتصور معاها ولكن ما يمكنش تحلمي بهادي صعيبه بزاف انك فهمتوا واش بغيت نوصل لكم خصوصا البنات ما نكذبش عليكم انا شوفوا انا عارفاكم غادي تقلقوا مني وكاين اللي ما يعجبش الكلام انا ما عنديش الزهر سبحان الله مع بزاف ديال ما عنديش الزهر سبحان الله الا انا اللي كنبغي نمشي عند مثلا شي يوتيوبرز نقول نصور معاك في دارك وهذا
ما كيبغيوش، ما عرفتش علاش، واش فيا شي حاجه، واش ناقصاني شي حاجه، واش الله اعلم. وبعد ما كنشوفهم كيمشيو عند واحد الناس اللي وكيصوروا معاهم وكل شيء، زعما كتولي بينهم واحد العلاقه، الا انا سبحان الله. وبعد ما كينوضوا كاين شي وحدين كيعمروا، المهم راكم فهمتوا، شي كيعمر شي راس، واخا راه حشومه هادشي نعمروا لواحد راسو على والو، وعلاش غير على قبل القناة ولا على قبل المشاهدة ولا على قبل الدعم نعمروا الراس لواحد لواحد على واحد؟ راه عيب، راه حشومة، راه الرزاق الله سبحانه وتعالى، الله اللي كيرزق، والله اللي لم كتب لك لا شي رزيق راه غيوصلك، واخا ما عاد قالك اذا اجتمع الانس والجن على ان يضروك لن يضروك الا بين شيء قد كتبه الله لك. نتمنى ربي نكون تقتنزين، راه شويه هادشي ديال الدين ما كنعرفش، كون نطق الكلمات بزاف كنخاف لن نغلط في شي حاجه. عادي نبغيو الخير لبعضياتنا، نوقفوا مع بعضياتنا، راه ما فيها باس. راه شوفوا راه هاد الزله اللي جانا راه بين ليا بزاف د الحوايج، راه الدنيا راه ما ساويه والو، راه ما مبقاوش خالدين فيها، راه اليوم غدا كتسمع ما كاين كتسمع، الله يرحم الله يرحم. واحد يدير شي حاجه زوينه باش ان شاء الله من يتلاقى مولاه هو مرتاح. والله الا فرحت البنات مني دعمتوني نتوما بهاد اللايكات ما شاء الله، حيت اللايكات اصحاباتي راه كيخليو بزاف د الفيديوهات ينتشروا وتعرفوه هكا، سواء في المغرب سواء خارج المغرب، ما شاء الله بزاف ديال الجاليه اللي كيدعموني منهم، بزاف بزاف صراحه اللي كيتواصلوا معايا، بزاف بزاف منهم. الا جيت نطق شي سميه تقلق مني شي وحده، اغلبيه الجاليه كتفرج فيا اكثر من المغرب، حيت ملي كندير واحد اش كيقولوا لها الاحصاء، كنلقى مثلا خارج المغرب كيتبعوني اكثر من داخل المغرب. نتمنى يا ربي البنات تزيدو ان شاء الله تدعموني وتبارطاجيوني مع صحاباتكم مع العائله ديالكم ان شاء الله، ياكما واحد النهار انا نوصل نحقق الاحلام ديالي، ما نكذبش عليكم تاني ان شاء الله نحقق احلامي ونوصل حتى انا وتعيشوا معايا داكشي خطوه خطوه، وبزاف ديال الحوايج اللي عندي في الافكار في عقلي وان شاء الله غنولي نطبقهم يا ربي، غير تطلع لي المشاهده ويبان لي واحد الفرق ان شاء الله. بزاف الافكار غنولي نديرهم، بزاف الحوايج. ايوا يا البنات الطاجين ديالي راه طاب، خفت نمشي نتغدى وما نبارطاجيش معاكم ولا شي حاجه. ايوا صافي قلت نبارطاجيه معكم دابا باش بعدا تغدينا ونسيت ما باش صورتش لكم. كنت ها انت اختي الطويجين، هاد البلاصه البيضاء ديما كتحرق ليا، شفتو هادي بلاصه هادي ديما هاد الحاشيه كتحرق، ماشي الغدا اللي تحرق. ها انت اختي غديوه ديال درت فيها البنات غير بطاطا وبصيله دجاج، صدر ديال الدجاج وبطاطا وبصيله، عرفتي البنات شوف فليفله عرفتي جاك كيشه، ها انت باين باين معلك. ها انت اختي صافي ان شاء الله البنات نتغداو وغدا خارجه ان شاء الله، صحباتي غادي نديكم معايا ان شاء الله اليوم، عندي هكم يتقضوا اليوم غنديكم ان شاء الله. يا ربي يا ربي ديري مكتب لي الله هذا الشيء اللي انا غاده، المهم المهم انتما ان شاء الله معايا وتفهموا كل شيء. ها انت اختي شوف صافي راه خليت فيها البنات غير شويه البلول، هكا كنخلي شويه البلول باش نلقاو فين نغمسوا ضروري. انا سبحان الله العظيم البنات كون جات عليا كنبغيه يبقى ناشف ناشف ويجي محروق من التحت شويه، ولكن ما نقدرش، راجلي وبنتي ما كيبغوش، كيبغيو البلول ضروري باش يغمسوا. يلا نحطيهم ان شاء الله غدا نتغداو ونتلقى معكم ان شاء الله، مي بغي نخرج. يلا صافي دابا نطفي عليه، صافي طفيت عليه البنات. لا ديما كتسولوني على محل السعيدي، كنديكم كندير لكم جولات عنده العروض، صراحه داك الشيء رخيص وزوين، ولكن ما كنقولش لكم فين، شحال ما بقيتش وريتكم من برا فين هو في محل السعيدي. محل السعيدي البنات جا في حي مولاي رشيد حدا السوق ديال المسيره، غنوريكم لباس الطريق بلاتي هنا اون فاس معايا محل السعيدي، تخفيضات محل السعيدي ابتداء من 5 دراهم عنده. اش نقول لكم اللي بغيتي حلتي عليها فما كتلقاها عنده. هاد الطريقه البنات صراحه هانتوما هاد الطريق راه بحال غدا سميتو الحياني، قصريه الحياني، المهم راه الطريق طويل هاد الشانطي هذا كامل. راه ملي كتي الطاكسي كتقولي ليه ديني المسيره، راه كتقولي المسيره كيجيبك حتى لهنا، انا راه ما قلتليش غدا عند محل السعيدي، قلت ليه ديني غير المسيره خويا، قال لي واخا الدنيا البنات حطني هنا هنا بالضبط. ها نتوما كنوريكم هذا محل السعيدي كيبقى هنا، والشانطي ها نتوما اللي كيعرفوا دابا فيه الاصلاحات وداكشي ها نتوما، ومني كتزيدي للقدام كتزيدي كتمشي للحي فلاح قصريه الحياني البيت راه كاينه كتزيدي للقدام على رجلك. المهم ان شاء الله غادي ندخل نشارك معكم شي حويجات كيحمقوا يا البنات، شنقول لكم شي عروض عنده البنات الحماق والهبال، عرفتي شحال من وقت جيت لعندو وفوق تما غبرت عليه ورجعت كنلقى عندو الجديده البنات شي حاجه اللي ما نعاودش ليكم اللي كتحمق. البنات جيت ليكم اون فاس هكا حداه، هو المحل ديالو فين كاين. ها البنات هانتوما شتو كنوريكم هكا اللي عرفت هاد البلاصه، هانتوما هاد الشانطي طويل راه الطاكسي يجيبك في هاد الشانطي نيشان يحطك حدا المحل. البنات عندو عروض كيحمقوا بحال دابا هاد الكميلات هادو اللي هما رخاص بزاف، 160 اللي قال ليا رخاص بزاف بزاف عرفتي، وكديري فيهم الغدا مثلا لراجلك خدام اولا ليك نتيا اولا شي حاجه شاطلك بغيتي ديريها في الثلاجه، راه الومنيوم.
نتوما كنحاول ان شاء الله صراحه البنات ما غاديش نطول لكم فيديو حيت ما شاء الله محل السعيدي ما شاء الله دابا تقريبا شحال بشحال شي ربع تقريبا شي ربع سنين لا واقيلا غير 3 سنين ونص لا ما كملش باش حتى انا عاقل نهار اللي تحل العقل علي اعطي عند البنات شنو نقول لكم المواد الغذائيه المعينات اي حاجه كتخطر لك على بالك فني داكشي عنده كيحمق عند البنات صراحه هادوك وعنده هادو ديال المطيشه كتحكي فيها مطيشه تحكي فيها الثومه 5 دراهم البنات ابتداء من 5 دراهم كاين البنات حاجه 5 دراهم وكاينه حاجه 10 دراهم وكاينه حاجه 20 درهم باش ما نكذبوش راني نقول لكم شي ب 5 دراهم راه هادي راه ما كايناش اي محل كتلقاو فيه 5 دراهم راه كتلقاو حاجه ب 5 دراهم وحاجه وانتوما غاديين المهم هانتوما هادو كاينين في الشيبي وفي الخضر وفي الاحمر المهم كاين داكشي عندو كيحمق البنات شي حاجه اللي زعما زوينه وهنا عاوتاني عندو هاد البلاطوات هادو غنشاركهم معكم زوينه هكا ديال الماء تحط هكا فيه الماء تحط فيه قريعه هكا وكويس تاع الماء بحال هكذا عندو هاد الشكل هذا وعندو هاد الشكل صحباتي حتى هو فيه قليب صراحه فن كيحمق داكشي زوين صحباتي ما عرفتش شكون اللي داز المهم طاح كلشي طاح عليا كلشي دابا طفيت التليفون وعاودت معاكم ها انتم الماء التشكيلات ديال البلاطوات فنين 5 ديال الدراهم ماشي على غلا على مسكين 5 ديال الدراهم وراكم عارفين بس 5 ديال الدراهم راه اكيد خصك تعدي بها راه ماشي ماشي شي حاجه اللي غاليه وفي نفس الوقت كتعدي وصافي انا صحباتي كاينين لاش بوكس ما عرفت لاش بوكس مشات لي الهضره لاش بوكس هكا لوليداتكم هكا المدرسه ولا المهم المدرسه ديال وليداتكم كاين البنات فيها 4 من الصغيره حتى الكبيره علاش عجبتني بحال البلاطو السوبيرات اللي عندي بحالهم حتى هما 5 ديال الدراهم 5 ديال الدراهم البنات كاين هذا الشكل اللي بحال النونوس وكاين هذا الشكل الاخر اللي شاركت معاكم ها انتم فني زعما حمقوني فيهم البنات 4 البنات شوفوا هادو فنين هادو ديال الصابون كدير هكا الصابونه في سميتو في لابابو ما كتخسرش كتبقى تقطر فيها هادي مهوده بحال هكا كاينه في الابيض وكاينه في هذا اللون هذا هنا في هذا الشيبي هذا فني كيخسر كتطيح هي غير المنظر وصافي اي أيوة واحد البنت واحد البنت كانت قالت لها علاقه قالت لي هادو كيخسروا زوينين هادو قالت خايبين كيوقيلا كيقيسو ما كيتبوراو واقيلا كيقيسو ما كيتبوراو كتحل هي دابا صافي مكاينش هنا داكشي كنقلب على شوف هاد الشيت هادو ديال المراه منهم نيت ميكا منهم شيتات منهم ميكا كاين في اللوان فهمت كاين في الزرق هذا ماش من لون هذا الخضر الخضر وهذا البنات الكوزينه ديالي باش تحيد لي الغمال بحال هذا هو اللي باغا الكوزينه ديالي انايا دايرين 5 دراهم ولكن ماشي بحال دوك اللي كيلصقوا هادو عاديين ولكن غيجيو شكل زوين هكا واحد 5 ولا 4 يجوني شي اسرع يجوني هما هادوك في الكوزينه شتي ياك يجوني هما دوك في الكوزينه هادو زوينين ياك البنات ها انتم الشكل ديالو كيفاش كيجيو 5 ديال الدراهم ها هانتش ماشي شادو يجيو في الكوزينه عندنا في ديك البلاصه اللي فيها هذيك الكحوليه زوين شوفي كيفاش دايرين اش نقول لكم البنات ان فوا كندخل المحل السعيدي كنتسطى كيمشي ليا العقل عتي المنظمات على الاشكال والانواع تنظمي في مكان في ليلات ديال البنيتات بحال هكا في انا صراحه حمقوني ولكن ما خديتهمش هكا مع بنتي عندي الفيلات ديال الاسراء وداك الشيء كيبقى غير مخربق 5 ديال الدراهم البنات 5 ديال الدراهم يا اختي لا غلا على مسكين غير 3 ولا 4 ينظموا لك هكا مثلا الخواتم ديالك السنسل ديالك وداك الشيء هادو السوبيرات هما البنات 5 دراهم شباب ديال الحرير على الاشكال والانواع تيحمقوني خصوصا دوك اللي هزيت معاكم في الاول هنا البنات صراحه كاينين البنات 6 دراهم وكاين 5 ديال الدراهم ما نكذبش عليكم ها انتم راه عندهم كلشي 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 محل اي حاجه بغيتو خصوصا باش عجبني محل سعيدي فاش ولا داير الماعن عرفتي نهار اللي انا عرفته اول مره كان باقي ما وسعش المشروع ديالو كان داير غير داير غير المواد الغذائيه والماكياج دابا ولا داير البنات الماعن ما شاء الله شوفوا البنات هادو ديال العطريه كيحمقوا كيحمقوا يا صحاباتي كيحمقوا كاين في الالوان في اللوينات في الموف في الغوز في الزرق 5 ديال الدراهم كلشي 5 ديال الدراهم عباد الله هادو عقلت عليهم البنات كانوا عندي بحالهم
هادو الصراحه كان عندي واحد معاهم واحد الذكريات خايبه، حيدتهم عليا مع صافي. الحاجه ملي كتكون عندك معاه واحد الذكرى خايبه كتحيديها. وين نحمقوني ديال الزبده والكوفيتير في الغوز، هانتي في الغوز، في الغوز وفي الشيبي وفي هذا اللون هذا، 6 ديال الدراهم. يلا يلا ماشي زوينين هانتي، 6 ديال الدراهم فنين. شي حاجه اللي باينه زوينه راه زوينه، هان 6 ديال الدراهم دايرين صافي. وهنا عاوتاني بغيت لقيت هذا عاوتاني ديال ديال الكفته، مش على الكفته، ديال الزبده والكوفيتير زيت العود هانتوما. زوينين كاين هاد الشكل هذا، المهم هادو زوين، هاد المربعين هادو فنين. كاين هادو، كاين عاوتاني هادو، هاد المثلثين هادو، هادو فنين. كاين عاوتاني هادو، هادو تاهما زوينين. وخلاص هادوك راه بالالوان، راه دوك فيهم الالوان وفيهم هانتوما. كنشوف داكشي اللي قريب ليا انا، ما داكشي اللي بعيد ما قدرتش نوصل ليه. هانتوما شوفوا هذا، امم بلاتي طبيستات هادو حمقوني. شحال فنيان طبيستات زوينين في الكحل. كاين هادو وكاين عاوتاني حتى هادو، هادو تاهما زوينين شتي. هادو كاين عاوتاني هادو، شت تبصلة إسراف فنين. كاين هادو كاين هادو، ايه نشوف. وكاين هاد الصغيورين هادو عاوتاني البنات، هادو دايرين شوف صغيورين هادو، تا هما واقيلا 5 ديال الدراهم الواحد. وهنا عاوتاني كاين هاد الشكل، عندك طيحي هاد الشكل عاوتاني، شوفوا كيفاش داير فنين صافي. هادشي اللي كاين هنايا، وهادو عاوتاني ها، هادو اللي عجبوني شوفوا دايرين بحال الوردة. شتو كاين هادو وكاين هادو على شكل كوكياج، شوف كيفاش دايرين فنين. وليا شكون شي حاجه خايبه، راه كلشي زوين خاصها الفلوس صافي البنات. وهنا عاوتاني كاين المقيلات، كاين مقيلات، كاين هذوك ديال الطيفال ديال البغرير، ديال البانكيك، ديال البانكيك فني. هذه دايره 30 درهم، 30 درهم دايره هذه، هذه شحال دايره ما عرفت. المهم ديال البغرير البنات دايرين 30 درهم الصغيره فنين. هادو شوفوا كاينه بديالها، كاينه بالشكل هكا ها. انتم هاد الفوقانيين كيفاش دايرين بالشكل وبالانواع، هذا اللي حمقني. شوفوا البنات هذا كيفاش داير فن، مقيله فن هادي. وعاود ثاني هادو مقيلات فنين ديال البايلا وداك الشيء في الكحل، الثمن ديالها صراحه ما حاطينوش، بغيت نعرف الثمن ما حاطينوش، ما حاطينش الثمن ديال هادو البنات. هادو فيهم ثلاثه، جاوا ثلاثه مع بعضياتهم من الكبيره حتى الصغيره. انت اختي كاين عاود ثاني هادو، كانت عندي بحال هادي البنات صراحه، وكانت خسرات تهرست ليا كامله، كانت عندي هذه بحالها. وهذه حتى هي ديال البوط، شوف هذه المقيله هذه كبيره زوينه، الثمن ديالها ما عرفتش، ما حطيتش الثمن قليل، شي حاجه اللي حاطين الثمن ديالها. هذه حتى هي عاوتاني كبيره، هانت اختي هذه بحال ديالي غير هذه صغيره، هذه كبيره والاخرى ديالي صغيره. شتو بحال بحال دو ديال الفريت، دو ديال الفريت كيدار فيهم كل الفريت وداك الشيء.